عمارة مصر. مشروع الهوية البصرية، أظن الجملة بقت سهلة دلوقتي، الهوية البصرية يعني عينك، الهوية اللي هي إيه؟ ما يميزك، فيبقى أنت وأنت ماشي في أسوان شايف كل ما يميز أسوان. تعرفين أنا شهادتي في أسوان كانت وستظل إلى يوم الدين دايما شهادة مش هقول لكم بقى مجروحة، لا هي غير مجروحة، لأنها بلد حلو وأنا أحب الأسوانية فعلا. يعني فعلا أسوان قاعدة عمالة تتجمل من الجميل إلى الأجمل منه طول الوقت طول الوقت، وانحيازي للواء أشرف عطية سوف يظل موجودا بصراحة. سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منورنا يا فندم. أشكرك أستاذ يوسف ومشكر جدا على المقدمة. لا ده احنا اللي متشكرين والله، وبعدين ما ننساش لقائك الجميل معانا بصراحة لما جينا أسوان. والله حضرتك اللي فعلا جميل وما شاء الله يعني إعداد قوي جدا لكل الحلقات. الله يخليك يا فندم، ده جهد زملائي وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. أنا شايف أسوان قاعدة عمالة تحلو كل شوية زيادة، التاكسيات شكلها عمال يحلو، الحيطان شكلها عمال يحلو، أسوار، عربيات، كل حاجة قاعدة عمالة تحلو. اشرح لي يا فندم إيه الحكاية؟ إيه اللي بيجرى في أسوان؟ اللي بيجرى إن سيادة الريس يعني إدى توجيهات إن أسوان هي عاصمة للشباب والثقافة والاقتصاد. أيوه. وبعدين الزيارات المتلاحقة الأخيرة ادت روح جميله داخل محافظه اسوان. الاسوانيين فرحانين، كلنا مبسوطين واحنا بنشتغل دلوقتي. يمكن اخر توجيه لسياده الرئيس قبل ما يغادر اسوان في الحفله في اسوان الجديده، ايوه، ان ادى توجيه للقوات المسلحه والداخليه ووزاره الاسكان بالانتهاء من المرحله الاولى من الهويه البصريه لمحافظه اسوان، وقال لو تقدروا. فكان في تحدي كبير جدا وتسابق يعني غير عادي بيتم على ارض الواقع. احنا كمحافظه يمكن عملنا طبعا بروتوكول مع الجامعه الالمانيه من فتره، واثناء الاحتفال تم العرض الهويه البصريه على سياده الرئيس واتصدى عليها قدام العالم كله، وبالتالي كانت الامور كلها واضحه ايه اللي هيتعمل. كان المخطط معانا، اشتغلنا تاني يوم على طول. وعايز اقول لحضرتك ان الجامعه الالمانيه والقوات المسلحه والداخليه في نفس التوقيت وفي نفس القرار تاني يوم الساعه 8 الصبح كنا في الشارع كلنا، عملنا اجتماع واتكلمنا وبعد كده نزلنا على ارض الواقع واشتغلنا وخصصنا المهام وبدانا على ارض الواقع. الجميل بقى الاكثر والحاجه اللي تسعد الأطفال وهي بتشترك معانا في اللوحات والجداريات. أيوه. الجامعة التربية النوعية والتربية والتعليم، مدارس الزخرفية، المواطنين اللي بيتطوعوا إن هم يشتغلوا معانا. كان شيء جميل جدا إن تبقى في ملحمة موجودة، وخلال 15 يوم اللي أمر فيهم سيادة الرئيس بالانتهاء من المرحلة الأولى من الهوية البصرية فعلا تم الانتهاء. وعايز أقول الشغل بدأ من المطار ومحطات القطار، محطة القطار بأسوان وجميع وسائل النقل، وفي نفس الوقت الجداريات والحوائط طبعا والأسوار، يعني كانت ملحمة كبيرة بالإضافة للمراكب الشرعية. ويمكن ده ظهر اكتر من فيديو نزل، وفعلا في مجهود كبير جدا تم على ارض الواقع. يعني انا النهارده اي حد في الدنيا ينزل اسوان لو افترضنا انه ركب طياره ونام وما قالولوش هيروح فين، اذا نزل هيعرف ان دي اسوان. العربيات، وسائل النقل، جدران، اسوار، مطار، محطه قطر، دي اسوان. هي طبعا في جزئيه لازم برضو نبقى عارفينها كلنا، يعني ايه هي الهوية البصرية؟ الهوية البصرية واخدة من اسم المحافظة، وواخدة السمات المميزة للمحافظة طبعا. ايه هي المكونات اللي فيها؟ يعني احنا عندنا الذهب، فبالتالي لما نقول ان اسوان ارض الذهب احنا بنتكلم عن حقيقة. وفي نفس الوقت لحضرتك هتشوف كلمة اسوان وهتلاقي حرف النون متكرر
العربي والانجليزي. ايوه هو ده حرف النون، ده هو ده في النهايه، هو ده الماركه اللي موجوده، كان بالضبط علامه تجاريه. ايوه كلمه اسوان بالشكل ده بالانجليزي وبالعربي هي علامه تجاريه، وده موجود سواء على العربيه، على الميكروباص، على الاتوبيس، اللانش، كل ده موجود في كل مكان دلوقتي. الله، بطمن بصراحة حضرتك ان الناس اشتغلت بروح معنويه عاليه جدا، ويمكن الدافع الرئيسي لهذا الموضوع كانت زياره السيد الرئيس. يعني يا رب يمكن السيد يكتر الرئيس زيارته فعلا، والله يعني حضرتك بتقول يا رب. وده من قلبنا، كل زياره كانت بتتم كان فيها خير لاسوان. اول زياره لما حصل موضوع السيول، صحيح طبعا دي مش اول زياره، يعني بتكلم عن الزيارات القريبه يعني. القريبة طبعا تم اضافه الحمد لله مركز ومدينه اسوان لباقي المراكز الخاصه بحياه كريمه، بقينا 4 مراكز أيوة. بدل من 3. وفي نفس الوقت لما الزياره الثانيه حصلت افتتاحات على اعلى مستوى ممكن يتم في خلال القرن العشرين، بنتكلم بقى القرن ال21، احنا بنتكلم عن الريف المصري، الريف الحضاري، صحيح، حياه كريمه، بنتكلم عن حياه كريمه داخل الدوله المصريه. كل ده حصل وسياده الرئيس موجود في اسوان، وتوجيهاته لان احنا ننتهي من الهويه البصريه كانت ختامها مثل. طبعا احنا بنعمل ده وان شاء الله على التوازي هيتعمل في باقي المراكز والمدن في كلها بقيه المراكز بالكامل باذن الله. باذن الله سياده اللواء، انا بشكرك جدا 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 جدا، وتهانينا على هذا الشكل الرائع والمشرف والجميل. سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان كان معانا على التليفون.